رحبوا معي بفيولات ومارون البلعة وكلمة شركة فيرست بروتوكول. لا تخافوا فلا خوف على لبنان. مساء الخير أعزائي الحضور، أحبائي المشاهدين. إلى هذه القناعة وصلنا بعد أعوام وأعوام حاولت خلالها المعاناة أن تنال منا، لكننا كلنا رفضنا الخضوع والاستسلام، وسنبقى طالما بقي فينا إيمان ثابت بماض عريق يحفز حاضرنا ويدفعنا لصناعة مستقبل بلد لم ولن يتخلى يوما عن أبنائه. طائر الفينيق ليس أسطورة، بل هو واقع تشهدون أنتم عليه هنا وفي كل مكان من لبنان. سنقول دوما نعم للحياة، لكل المشاعر الإيجابية، لأننا عليها نريد بناء مستقبل لمجتمع أفضل، لأن النواة هي المجتمع، هي أنتم ونحن معا قادرون على صنع الكثير، معجزات يومية تسابق القهر وتفرج الهموم حين توزع منافعها لتغني المجتمع بروابط وثيقة بين أبنائه ومؤسساته. بتنا في هذا الزمن نسميها المسؤولية الاجتماعية. هي مسؤولية تحتضن واجبنا تجاه المجتمع. هي مسؤولية دفعتنا وبعد 8 أعوام إلى العناية بكل مراحلها، بدءاً من تأطير المبادرات عبر التوعية والثقافة، مروراً بتحسين أداء الشركات عبر تدريب طواقمها وتأهيلها، وصولاً إلى تأمين استمرارية تكفل استدامة المنافع العامة. في نيسان الماضي ولد الملتقى اللبناني للمسؤولية الاجتماعية بعلم وخبر من وزارة الداخلية، ونفخر بالقول إنه مبادرة منتظمة وغير مسبوقة في لبنان. لا خوف على لبنان، فالليرة ثابتة لأنها محبية ومصانة، والقطاع المصرفي عرين الثقة التي نعتز فيها، والثروة البشرية هي زينة لبنان بشاباته وشبابه، وما ينقصنا لن يعكر صفو إيماننا بالاستمرار والبقاء رغم الشائعات والحملات والتقارير السلبية، لأن المؤشرات الرقمية تدعمنا، والقدرات المكبوتة تحفزنا، ومواهب الابتكار تبشرنا بأن المستقبل واعد لا بد آت. صحيح أن مشاكلنا في الداخل تلهينا عن الانتشار والتوسع في الخارج، لكننا نعد أنفسنا بطاقات فرج مقبلة لتعيد لبنان إلى سكة الدول الساعية إلى الحداثة والتطور. ولدينا ما يميزنا، لدينا طاقات شبابية أصبحت علامة لبنان الفارقة، وهي قادرة على قلب الموازين بين ليلة وضحاها. فلا تنحازوا لليأس مرغمين، بل لندخل جميعاً إلى خانة التفاؤل، لأننا مهما اختلفنا فعلى لبنان واحد لا لبنانين. حفل السوشيال إيكونوميك أورد نجح على مدى 8 أعوام في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية بفضل باقة بقيت على نضالها، فاستمرت في تقديم الدعم لهذا النشاط. تحية التقدير إلى مصرف لبنان، بنك عودة، بلوم بنك، بنك الموارد، تاتش، سوسيتي جنرال في لبنان،
قريبة اتحاد الغرف اللبنانية وأرب إيكونوميك نيوز وكل وسائل الإعلام. وأيضاً الشكر إلى لجنة التحكيم في عامها الثامن وإلى المضيف الدائم للحفل كازينو لبنان وإلى الام تي في. هو العين الساهرة التي أبت إلا أن ترافق الليرة في مسيرة الاستقرار رغم الضغوط. هو الحضن الذي رعى الاقتصاد برزومات دعم منذ 7 أعوام في دور تطوعي استهدف صمام الأمان السكني والاجتماعي. لم يتخلى يوماً عن المبادئ التي وجد من أجلها، فكانت سلاحه في وجه الحملات على مدى ربع قرن. واجه الانتقاد بالصمت واتهم بالإنجازات والمسؤوليات بالنجاح. حاكم ربع القرن وحاصد الثقة المحلية والعالمية رياض سلامي. الليرة اللبنانية هي عملتنا، وهالعملة بيعيش منها اللبنانيين، معظم اللبنانيين. ومصرف لبنان مهمته يحافظ على الاستقرار التسليفي. خلال 2018 زادت السيولة بالليرة اللبنانية بسبب العجز اللي ارتفع بميزانية الدولة. استباقياً قمنا بهندسات مالية، قمنا بعمليات مالية أيضاً اللي عززت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، والليرة رح تضل عملة مستقرة بالرغم من كل الضجة والإشاعات والحملات. مصرف لبنان بيطلع على الأوضاع الاقتصادية من خلال القروض الموجودة بالقطاع المصرفي، ونمو هالسنة رح يكون بين 1.5 و2% بلبنان. فنحن بالفعل منا بعيد عن الواقع اللي عايشته المنطقة كلها. بالأسواق العقارية تراجعت الحركة بحدود 20%، ولكن إذا طلعنا على دول أغنى منا منلاقي إنه الحركة العقارية تراجعت ما فوق 40%، والأسعار تراجعت ما فوق 50%. وهون الإدارة هي بالفعل إدارة اللبنانيين بده يقوموا فيها، مش مصرف لبنان والدولة بقى تقوم فيها، لأن نحن عم نواجه عجزين مهمين: العجز بالموازنة والعجز اللي زاد بالميزان التجاري. وهالعجز عم بيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد وعلى الاستثمار، لأن الكل شايف إنه لبنان عم بيصرف أكثر منطقته. وصلنا لحدودنا، يعني هلأ لازم العجز يجي بإصلاحات على صعيد الدولة. المشروع الوحيد اللي عنا إياه اليوم اللي متمسكين فيه هو مشروع صدر، اللي مفروض يرجع يعطي للبنان بنية تحتية قادرة إنه تخلق نمو اقتصادي. بسمع كثير بالإعلام إنه مصرف لبنان وقف القروض السكنية. هيدا كلام غير صحيح. مصرف لبنان دعم خلال 2018 ما يساوي 800 مليون دولار من القروض السكنية، ونحن عنا رزمة جديدة خلال 2019 على قد الإمكانيات اللي بيحددها الوضع النقدي. ما في خوف على لبنان بسبب الثروة البشرية اللي عنده إياها، ونحن كلنا قلب واحد من حب لبنان مع كل النواقص اللي عم نشوفها.